سلسلة الفقه الميسر. الدرس العاشر: أركان الصلاة وواجباتها. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن في الدرس الثالث في مدرسة كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر. كنا المرة الماضية تكلمنا عن شروط الصلاة، واليوم نبدأ في الكلام عن أركان الصلاة. ما الفرق بين الشرط والركن؟ وما وجه التشابه بينهم؟ يعني في تشابه بين الشرط والركن، وفي فرق بين الشرط والركن. إيه هو وجه التشابه؟ أن الشرط والركن لا تصح الصلاة بدونهما، يعني إذا لم يوجد الشرط أو الركن لا تصح الصلاة. من الشروط مثلا استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة، واخد بالك الحاجات ديت لو فقدت اكيد الصلاة مش هتقبل. طب ايه هي الاركان؟ الركوع، السجود، التشهد الاخير، القيام، من غير الحاجات دي الصلاة لا تقبل. طب ايه اذا ليه قلنا شروط واركان؟ العلماء قسموا شروط واركان عشان يميز بين الحاجة اللي بره الصلاة والحاجة اللي جوه الصلاة. الحاجات اللي بره الصلاة سماها ايه؟ سماها شروط، والحاجات اللي جوه الصلاة سموها أركان. الشرط هو ما يسبق العمل وليس جزءا منه، وأما الركن فهو يكون داخل العمل. يعني ايه؟ يعني تعالى نمسك الشروط كده، مثلا ايه الطهارة؟ هل هي داخل الصلاة؟ لا. هي أثناء الصلاة؟ لا. مثلا ستر العورة، اجتناب النجاسة، حتى استقبال القبلة بيكونش داخل الصلاة، بيكون قبل الصلاة، تبدأ استقبال القبلة قبل الصلاة. عشان كده يختلفوا في النية مثلا، عشان النية دي في الايه؟ في الحتة المشتركة، هل النية شرط ولا ركن؟ فهمت ليه؟ اختلفوا في النية. بعض الكتب هتلاقي النية حطيتها في الشروط، وبعض الكتب يروح حطيتها في الايه؟ في الأركان. ليه؟ لأن النية في الحقيقة بتبدأ قبل وبتبقى مع، يعني ايه؟ يعني النية دي بتبقى قبل العمل على طول، وبتستحضرها في أول أداء الصلاة. يعني ايه اول حاجة في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام. يقول لك ان هي تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام، ده افضل ايه؟ يعني هي دي اقرب نقطة ليها. يعني عشان كده ويقول لك مثلا ان هي دي ركن ولا شرط، مش هتفرق معانا. يعني هي هتبقى مسألة ايه؟ خلافية لفظية مش اكتر، مش هتأثر معانا في حاجة في الاحكام. لكن عندنا ان هي ترك النية مثلا في الفرائض، لا تصح الفريضة بدون نية، بغض النظر بقى هي شرط ولا ايه ولا ركن. لكن في حاجات متفق عليها، اكيد واضح الفرق بين استقبال، بين مثلا ستر العوره وبين الركوع. فستر العوره بيكون خارج الصلاه، واما الركوع فبيكون داخل الصلاه. لذلك الركن لا يكون الا مع وجود العباده نفسها، واما الشرط فقد يوجد ولا توجد العباده. يعني قد يكون هناك انسان ساتر العوره لكن مش بيصلي، مش كده؟ لكن لا يمكن يكون شخص ساجد ومش بيصلي. لا يتصور، لا يتصور واحد بيقول التشهد الاخير مع نفسه كده خارج الصلاه، لكن يتصور واحد يكون مستقبل القبله وهو مش بيصلي. يبقى كده الشرط لا يلزم، زي بيقولوا الفقهاء، لا يلزم من وجوده وجود العباده، لكن يلزم من عدم وجوده عدم وجود العباده. الشخص اللي هو غير متطهر اكيد مش بيصلي، الشخص اللي مش مستقبل القبله أكيد مش بيصلي. يبقى الشرط لا يلزم من وجوده وجود الايه؟ العبادة، لكن يلزم من عدمه عدم العبادة. عشان كده لو قريت في أي كتاب ايه هتلاقي الجملة أسرع من اللي أنا بقولها لك دي. هيقول لك الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ايه ده؟ ايه؟ حب النبي يصلي سقف ونعمل ايه طيب؟ احنا مش فاهم حاجة. في ناس يخش على التعريف ده ايه يحصل له حاجة. الشرط لا يلزم من وجودي الوجود ويلزم من عدمي العدم. كلام جامد جدا، يروح قافل الكتاب وايه؟ يقول لك ماليش في الفقه يا عم، ايه اللي دخلني في السكه دي؟ هي دي سهله خالص، لما تعرف الشرط ده خارج الايه؟ خارج العمل، والركن داخل العمل. فهمت يعني ايه لا يلزم من وجودي الوجود ويلزم من عدمي العدم؟ سهله؟ حاجه اسمها مش ما لا يتم الواجب الا به وهو خارج العمل. ما صدقنا بقى احنا لصمناها، استنانا بس ما دخلناش تعريف ثالث، ما صدقنا حفظنا الاولاني والثاني.
نقولنا في تعريفين، الشرط هو ما كان خارج العبادة، الركن هو ما كان داخل العبادة. بس ده أسهل تعريف. تعريف الأصعب بقى اللي هو الشرط ما يلزم منه، لا يلزم من وجوده وجود العبادة. خلينا نحط العبادة عشان هي الوجود دي بتلغب، ويلزم من عدمه عدم العبادة. طب الركن بقى يلزم من وجوده وجود العبادة. مش ممكن واحد بيكون في ركن بيقول التشهد الأخير مع نفسه، أكيد بيصلي كده، يبقى يلزم من وجوده وجود الايه؟ العبادة، ويلزم من عدمه عدم العبادة. واحد ما ركعش خالص أكيد ما بيصليش، خدت بالك من ليه؟ يبقى هتلاقي مثلا في ايه في السريح يقول لك الركن لا يلزم من وجود الوجود ولا ويلزم من عدم العدم. يعني لو لقيتها فادعي لي عشان انت فهمتها لأول مرة في حياتك. طيب المسألة بيقول هنا بقى المسألة الرابعة، الأركان. الأركان هي ما تتكون منها العبادات، كده هي داخل العبادة، ولا تصح العبادة إلا بها. يقول والفرق بينها وبين الشرط أن الشرط يتقدم على العبادة، يعني بدايته بتكون قبل العبادة ويستمر معها ماشي، وأما الأركان هي التي تشتمل عليها العبادة جوه العبادة نفسها من أقوال وأفعال. طب كم ركن بقى هنا في الكتاب؟ لنا 14 ركن، لا تسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا. وده ايه؟ ده شيء مهم جدا. لما اقول لك شرط، الشرط اخوانا عامل زي عواميد البيت كده، مينفعش بيت من غير عواميد، مينفعش من غير عمود يقع، لازم نرجع له العمود تاني. وكذلك اركان الصلاه لا تصح الصلاه الا بها، فلا يصح ان يترك الانسان حتى لو ناسيا او جاهلا، لازم يجيبها تاني. يعني لو بعد الصلاه اكتشف ان هو ترك ركن هيعيد الركعه دي، او هيعيد الصلاه كلها لو سال بعد مده. لو كان جاهل بعد الصلاة له على فكرة انت عادتش كذلك كنتش عارف، هيجيبها برضه، هيعيد ركعة او هيعيد الصلاة حسب بقى ليه وترك ايه بالظبط. لذلك يقول لك الشرط لا يسقط حتى لو جهلا او نسيانا. لكن بقى واحد نسى ومحدش فكره وهو ما افتكرش ماشي، ربنا يتجاوز عنه، لكن هو افتكر او حد فكره هيجيبها تاني. لو هي تتجاب ما تتجابش هيعيد ليه؟ هيعيد الصلاة، خدت بالك؟ او كان جاهل وفضل جاهل ومحدش قال له هتعدي، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عدى صلوات المسيء صلاته اللي فاتت كلها، صح؟ مش الراجل اللي كان بيكروت في الصلاه وقال له ارجع فصلي فانك ايه؟ لم تصلي، ارجع فصلي دي بس. طب اللي فاتت؟ ما هو طول عمره بيصلي كده، خلاص، لان محدش لحقك في اللي فاتت، خلاص عدت وعدى وقتها وبقى لها زمان. فممكن في الحاله دي الجهل يتجاوز عنه، لكن الصلاه اللي احنا فيها مش هينفع. عشان كده الكلام في الجهل والنسيان في الايه؟ الصلاة ديت. لكن لو حاجات بقى خلاص عدت وعدى وقتها وعدى يومها، خلاص يعني ايه؟ ربنا غفور رحيم، تمام. لكن الحاجة اللي في ايديا دلوقتي صلاة ما خرجش وقتها لسه، ممكن اجيبها تاني، هتتجاب تاني. عشان كده المسيء صلاته عاد الصلاة دي بس، ما عادش كل صلوات حياته اللي فاتت. المهم يعني ان عايزين نقول ان الشرط ما بيتجبرش، وما بيتجبرش بسجود سهو، الركن قصدي، ما بيتجبرش ايه؟ بسجود سهو. هو انت هتسجد سهو بس مش بدل الركن، انما عشان انت نسيت، بس هتجيب الركن برضه. يعني واحد بدا كان قايم وكان قائم فسجد على طول، افتكر راح قام تاني وركع، هو كده جاب الركن اهو، خلاص يسجد للسهو. يسجد للسهو ليه؟ لان هو سهو، هو سهو، بس هنا السجود للسهو عشان يكبر السهو اللي حصل، لكن الركن جابه برضه. وده يبان معايا لما اتكلم في الواجب، خد بالك انا ايه بقول لك حاجات هتنفعني في اللي جاي. قلنا الشرط بيتجاب ملوش حل، الركن بيتجاب، فالركن لا يجبر، الركن لا يترك، لا عمد، لو تركوا عمد تبطل الصلاه، تركوا جهل او نسيان هيجيب، لازم يجيب. واذا تركوا جهل او تركوا نسيان هيثبت سجود سهو، لكن سجود السهو مش هيعوض له الركن. مش واحد مثلا يقول انا ايه نسيت الركوع خلاص نكمل ونثبت سهو، لا تنفعش، تجيب الركوع وهتسجد سهو. ولو سبت الركوع وقلت اجبره بسجود سهو صلاتك مش هتصح، لانك انت كده تركت الايه؟ الركن متعمد. وده كلامه، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وايه الدليل على ان ليه ان الاركان لا تسقط سهوا؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام
مرة سلم من ركعتين، بيصلي عصر تقريبا، سلم بعد ركعتين نسى. الصحابة قالوا له، يعني الصحابة سكتوا وقالوا يمكن في حاجة جديدة في الصلاة ولا حاجة ما نعرفش، ده عليه الصلاة والسلام ينزل عليه وحي. فقاعدين كده فكله ساكت، ده بيقول لنا الدين، فنتكلم ازاي؟ ده يعني ازاي اي امام ممكن الصلاة اتغيرت؟ فراجل قام بقى متجرأ شوية ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ بس الأدب بقى، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ بدأ بالإيه؟ بدأ بالعذر، يمكن قصرت وإحنا لا نعرفش، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. قال طالما كده قال بل نسيت، أما أتجرأ بقى أقول لك قال بل نسيت. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بكر وعمر، قال أحق ما يقول الرجل؟ قالوا نعم، يعني نعم أنت نسيت فعلا. فقام عليه الصلاة والسلام وجاب الركعتين وسجد للإيه؟ للسهو. لو كان الركن يسقط بالإيه؟ بالسهو، كان خلاص قال خلاص إحنا سهينا بقى وإيه؟ خلاص الصلاة تقفل على كده، لكن جاب الركعتين، وركعتين لأنهم مليانين أركان، فيهم سجود وركوع وتشهد، حاجات كتير فوتها، فجابها برضه، واخد بالك؟ خلافا للتشهد الأوسط، لما يجي بقى الكلام على التشهد الأوسط هنقول الفرق. لما النبي عليه الصلاة والسلام مرة سهى في الصلاة وقام بعد الركعة الثانية على الثالثة على طول وكمل الصلاة وبعد كده سجد للسهو، ما جابش الايه؟ ما جابش التشهد الأوسط. يبقى عرفنا ان في الصلاة أركان وفي حاجات تانية، مش هنستعجل نقول الحاجات التانية غير مصلاها، في حاجة غير الأركان، لأن كونه قام للركعة الثالثة وما جابش التشهد الأوسط يبقى هو فرق في المعاملة دلوقتي، مرة سهى وجاب اللي سهى عنه، ومرة سهى وما جابش اللي سهى عنه، والمرتين سجد للسهو، يبقى في فرق. أفعال الصلاة مش واحد، مش كلها حاجة واحدة، مش كلها أركان، مش كلها مستحبات. عايزك بس الحتة دي لو فهمتها هتستريح في اللي جاي، إن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع أفعال الصلاة تعامل مختلف. فمرة نسى ركعتين جابهم، مرة نسى التشهد الأوسط ما جابوش، ومرتين سجد بالسهو مش كده، ومرة نسي وهو بيقرأ عليه الصلاة والسلام، بيقرأ نسي لغلط بعد الصلاة وافتكر بقى أثناء الصلاة، بعد الصلاة التفت إلى أبي قال أبي لما لم تذكرني، لغلط هو بيقرأ فرعد، قال لما لم تذكرني، عاتبه عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت ما سجدش للسهو أصلا. وأنا كده عندي حاجات، مرة سجد، مرة جاب الحاجة وسجد، مرة ما جابهاش وسجد، ومرة لا جابها ولا سجد. هو بيعامل الصلاة إذا معاملة مختلفة، وأنا لازم الحاجة دي تخليني أفرق في الحاجات. يبقى أنا عايز، أنا عندي حاجة اسمها ركن، الركن ده هو اللي لازم يتجاب، والصاحب الكتاب هنا يقول لنا فيه واجب وفيه مستحب، بس لما نجيلها عشان ملخبطكمش هنعيدها تاني. بس خلينا نمسك الاولانيه ديت اللي هي الحاجه اللي النبي عليه الصلاه والسلام ما سابهاش ابدا، لما نساها جابها وسجد للسهو، دي بقى اللي هنسميها ايه؟ ركن. ركن ان كونه جابها رغم ان هو نسى يبقى دي لا تسقط بالايه؟ بالنسيان. وحاجه لا تسقط بالنسيان يبقى دي حاجه كبيره قوي، يبقى دي الركن بقى اللي هو الصلاه ما تعديش من غيره ابدا مهما كان. فهمنا بقى ليه هو قال هنا ايه؟ الأركان لا تسقط عمدا، طبعا عمدا مفهوما، لكن ولا سهو ولا جهل، ولا سهو ولا جهل، لأنه عليه الصلاة والسلام نفسه لما سهى جابها مش كده، ولما الراجل مسيء صلاة ده كان جاهل ما سمحوش، ممكن يعدي له الصلاة دي كمان، لا طالما احنا في الوقت خلاه يعيدها. احنا عندنا حالتين، حالة سهو وحالة جهل. حالة سهو هو نفسه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بدل أربعة فجابها، يبقى إذن الأركان لا تسقط سهوا، فهمت دي؟ ومرة المسيء صلاته كان جاهل، قال علمني لا أحسن غيرها في آخر الحديث، خلاه يعيدها برضه، وعادها ثلاث مرات، ليه؟ لأن الركن لا يسقط. إيه هو الركن اللي سووا الرجل الطيب ده؟ الطمأنينة، نوع ما بيطمئنش ليه؟ في الصلاة، بيجري في الصلاة مش بيطمئن، عشان كده يجيب لنا ركن الطمأنينة كمان شوية. يبقى أنا عندي إذن الركن لا يسقط بالسهو ولا بالإيه؟ ولا بالجهل. طيب خلينا نمشي واحدة واحدة، ايه هي بقى الاركان؟ اول ركن قال لنا القيام، دي اول حاجة بتقابلني، وامشي بالترتيب. القيام
ان انا اقوم في الصلاه؟ لان الله تعالى قال يقول في الفرض. وليه قال في الفرض؟ لان القيام ركن في الفرض بس، مش ركن في الايه، في النافله. انما يجوز الانسان ان يصلي النافله قاعدا حتى لو كان غير مضطر لذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم، على النصف من صلاه القائم. طبعا هنا الحديث المقصود به اللي قاعد بمزاجه، والا لو واحد بيصلي النافله قاعد مضطر مش هيتقال له ان صلاتك نص صلاه القائم، هو انا اصلا مش قادر اقوم، يبقى صلاته هيبقى زي صلاه الايه، القائم، لان هو عاجز عن القيام. فكون النبي عليه الصلاه والسلام بيقول صلاه القاعد نصف صلاه القائم، هو قصده اللي قاعد ايه، بمزاجه، قاعد مختار. وهذا لا يكون الا في النافله، لانه في حديث تاني قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، فما خلاش الموضوع اختياري. يبقى اجمع الحديثين ازاي؟ اجمع الحديثين ان صلاه الاختياريه دي فين؟ النافله. واما الفريضه فالامر اجباري ان تصلي قائما اذا كنت قادر على القيام، تمام. ثم انه ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى النافله على الراحله في السفر، وكده صلى فهو ايه، قاعد، رغم انه يقدر يقوم. فدل ذلك ان القيام في النافله ليس بركن من اركان النافله، انما هو امر مستحب يخلي الصلاه تتضاعف. لو واحد صلى نافله قاعد وهو مش تعبان ولا حاجه هياخد نص اجر القائم، لو صلى فرض وهو قاعد رغم انه مش تعبان صلاته لا تصح اصلا. ذلك يحذر الناس اللي هو مريض او كده ان هو ما يتسهلش في الامر دوت، مش اول ما تبقى تعبان شويه تروح تقعد على طول، لا، انت جاي المسجد ماشي، وقبل ما تيجي كنت واقف في الشارع وسلمت على ده وقفت في الفرن وجبت حاجات، تيجي المسجد تقعد في الصلاه، غير مقتنع انا بهذا الامر. الا بقى لو في حاجه احنا مش فاهمينها ومش عارفينها، لكن شخص يعني لا يبدو عليه ان هو يعني يتعب لو صلى قائما قد تبطل صلاته اذا قصر في هذا الامر. ثم ان اللي مثلا اللي بيصلي قاعدا ممكن ما يكونش مضطر يصلي قاعد طول الصلاه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مثلا بيعرفش يسجد، طب تقعد من اول الصلاه ليه؟ اول الصلاه خليك واقف عادي واركع عادي وقوم عادي، عند السجود بس هتعمل ايه؟ هتقعد. في ناس هو ما بيعرفش يسجد يروح قاعد من اول الصلاه، صلاتك بطل، لانك انت تقدر تصلي قائما قراءة الفاتحة والسورة والركوع والقيام من الركوع، انت مشكلتك بس في السجود، مش كده؟ فالإنسان القيام ده يعني ايه؟ القيام ده مش يا لا، بمعنى ايه؟ يعني أنا يا قادر أقوم يا مش قادر أقوم، لا، في حل وسط، أقدر أقوم أغلب الصلاة وأحاوط في ركن أو ركنين منها، يبقى ما ينفعش تقول كله وخلاص يلا أنا كده كده مش قادر أسجد أقعد من الأول، لا، فالإنسان ينبغي أن يكون على حذر من التساهل في القعود في النافلة. في الفريضة، لكن النافلة زي ما انت عايز، تعبان مش تعبان الامر ايه، سهل اقعد زي ما انت عايز، تمام. بيقول طب ايه الدليل بقى على الركنية؟ قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. بيقول فان ترك القيام في الفريضة لعذر بقى كمرض وخوف وغير ذلك فانه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا او على جنب، يعني ونايم يعني. اما صلاه النافله فالقيام فيها سنه وليس ركنا، لكن صلاه القائم فيها افضل من صلاه القاعد، لقول عليه الصلاه والسلام صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم. نمره 2 بيقول لنا تكبيره الاحرام، ده الركن الثاني اللي هيقابلني، تكبيره الاحرام، وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيره. شو بقى العبادات توقيفية، وأن واحد قال الله أعظم، واحد قال سبحان الله عشان يدخل الصلاة لا تصح منه الصلاة، إنما إنما هي التكبير الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام له، ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني الحاجات اللي بتبقى حرام بتبقى حرام بعد التكبير، الكلام حرام، الاكل والشرب حرام، الحركه الكتير، الحاجات دي، فايه اللي بيحرم دوت؟ التكبير. اذا كلمه الله اكبر مقصوده لذاتها، ما قالش تحريمها الذكر واقول اللي انت عايز يخش معانا في الصلاه، لا، التكبير، الله اكبر ما ينفعش غيرها. ولان النبي عليه الصلاه والسلام قال للمسيء في صلاته
إذا قمت إلى الصلاة فكبر فكبر. طبعاً واخد بالك في كل ركن هيجيب لنا سيرة المسيء صلاة دوت. ليه بقى؟ العلماء بيعتمدوا حديث المسيء صلاة دوت، لأن غالباً النبي عليه الصلاة والسلام اللي قاله للمسيء صلاة دوت قال له إيه؟ قال له الأركان. ليه؟ لأن ده واحد أصلاً بكروة الصلاة، فهو النبي دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعلمه حاجة يعني الصلاة تعدي بيها، هيركز له على إيه دلوقتي؟ هيركز له على الأركان في الغالب. لذلك أغلب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته دوت الأركان، عشان صلاته إيه؟ يعني دايماً النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الناس على قد مقاسه، واحد جاهل خالص مش هيجي يقول له الدين كله. الأعرابي كان يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ تصلي الخمسة والزكاة وصوم رمضان حلو كده بس ويروح، يقولوش بقى كل حاجة في الدين، لأن ده واحد يعني يا دوبك هيسمع كلمتين لو قال له الرابعة هينسى الأولى، فاهم؟ فده مسيء صلاتي، يعني الصلاة عنده مش أصلا بيكروت خالص. فإحنا دلوقتي عايزين نعلمه ألف به صلاة، فهي دي هتبقى غالبا الحديث ده يحتوي على الأركان. عشان كده مثلا في كل مسألة هنا هيستدل يقول لك والنبي قال للمسيء صلاته كذا، كأن حديث المسيء صلاته اشتمل على الإيه؟ على الأركان. تمام، عرفنا منين العلماء هيجيبوا الأركان؟ غالبها من حديث الايه؟ المسيء في الصلاة دي. عشان كده يقول لنا بقى ان هو قال للمسيء في الصلاة اذا قمت فكبر، اذا قمت فكبر. طبعا كل بقى ما سيأتي الان من سواء تكبيرة الاحرام وانت طالع بقى فتحة والكلام ده لازم يكون ذكر حقيقي. يعني ذكر حقيقي؟ يعني يكون بتحريك الشفاه وبصوت ولو همس. اما الذكر اللي هو ايه؟ في النفس فلا تصح به الصلاة. بعض الناس تلاقيه قافل بقه طول الصلاة، معرفش هو بيعمل ايه، هو كده في دماغه بيعدي الايه؟ بيعدي الاذكار على عقله فقط وما بيقولهاش، هذا لا تصح صلاته، لان الانسان لا يسمى ذاكرا الا اذا يعني حرك شفتيه، او لا يسمى قارئا، اقصد ممكن انسان يذكر بقلبه ماشي، لكن لا يسمى قارئا الا اذا حرك ليه الشفتين. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. اعتبروا إمتى بيقرأ؟ لما إيه؟ لما يحرك لسانه. لو النبي عليه الصلاة والسلام قعد قدام جبريل بيراجع في دماغه كده بس، مش قال له حاجة، لأنه ما اعتبروش أصلا إيه؟ قارئ في الحالة دي. إنما إمتى اعتبروا قارئ؟ لما حرك إيه؟ لسانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكل أذكار الصلاة سواء التكبير أو الفاتحة أو كده يجب فيها تحريك الشفاء واللسان، وان يكون بصوت حتى اقل صوت ان انت تسمع نفسك في الايه، لو ما فيش دوشه يعني، لو في دوشه ممكن ما تسمعش نفسك مش مشكله، بس انت عارف ان في صوت طلع. لكن لو انت في سكون اقل شيء تسمع نفسك، ما تسمعش نفسك انت ما قلتش حاجه، خد بالك. فالانسان يحرص على ذلك ان هو يتكلم بصوت ما يعليش صوته يأذي اللي جنبه، واخد بالك. المهم يعني دي تنبيه مهم، لان كتير من الناس فعلا بيصلي كده تلاقيه بيكبر مفيش حركه، الانسان ما بيتحركش يعني شفته بتفرقش بعض، وخلص الصلاه على كده ما تعرفش هو بيعمل ايه، هو فعلا ما ذكرش ربنا ما قالش حاجه، ده يفسد صلاته. المهم يعني الله اكبر، الانسان يحاول يقولها صح، الله اكبر، ما يبلغش فيها يقول الله اكبر، ان اكبر كده وحط الف بين الباء والراء، اكبر غير اكبر. أكبر يعني طب اللغة العربية، الأكبر هو الطب، أكبر فهي يعني إنسان يحسم الكلمة الله أكبر. ذلك في الأذان من أخطاء مثلا الناس الله أكبر، مثلا الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ سيء في الأذان، إنما الله أكبر الله أكبر يحسمها، إن هي أصلا ما فيهاش مدود، تبالغ في إيه فيها؟ ما فيهاش حاجة تتمط ولا تتمد. المهم بعد كده بيقول لنا نمرة ثلاثة، قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا خد بالك إن هنا استدلنا بحديث قوي جدا، أنا دايما بجيب حديث المسيء صلاته، لكن لما يبقى في حديث دليل أقوى أجيب الدليل الأقوى منه، ده دليل أقوى كمان من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول المسيء صلاته يقرأ الفاتحة، لا ده بيقول هنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هنا نرجع تاني للقاعدة اللي قلناها، إن هو ما عاملش أقوال الصلاة معاملة واحدة، هو نفسه
اتلخبط في القراءة ما عملش حاجة، ولا سجد سهو ولا عاد حاجة، في نفس الوقت بيقول على الفتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إذن قراءة الفتحة غير قراءة السورة، واضح. قراءة السورة تبقى من المستحبات إنه ما سجدش للسهو أصلا فيها، وأما قراءة الفتحة فركن، إنه بيقول لا صلاة، لا صلاة دي ما تتقالش إلا لو الحاجة المذكورة دي ركن. سهل كده؟ يقول ويستثنى من ذلك، مين بقى يستثنى من قراءة الفاتحة؟ أصناف. أول واحد اللي هو دخل على الركوع على طول، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ده يعني منحة من ربنا، تقدر تقول كده، رغم أن تقول لي اللي أدرك الركوع ده ما قراش الفاتحة، بس ده يعني حاجة يعني هدية، اعتبرها يا أخي يعني كرم من ربنا سبحانه وتعالى، إن اللي يدرك الركوع خلاص أدركت الركعة حتى لو ما قريتش إيه؟ الفاتحة. فبيقول يستثنى منه اللي أدرك الركوع، لأن ممكن واحد يشكل عليه المسألة دي، يقول إزاي أنا أدركت الركعة وما قريتش الفاتحة؟ يقول له والله هو الدليل قال كده، وإحنا مع الدليل، النبي هو اللي قال لنا، اللي قال لنا ما فيش صلاة اللي ما قراش الفاتحة، هو اللي قال لنا اللي أدرك الركوع أدرك الإيه؟ الركعة. فالمسبوق لو جه على الركعة خلاص. ويقول لنا كمان إيه؟ أو أدرك من قيامه ما لا يتمكن منه من قراءة الفاتحة. دي بتحصل، إن أنت مثلا إيه دخلت مع الإمام كان هما سبقوك في الصلاة، وهما في الركعة الأولى قلت الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ركعة، طب أعمل إيه؟ كمل، لو كملت هيقوم، ولو ما كملتش أسيب الفاتحة متعمد، فدخلت بإشكال كده. طيب هي مسألة فيها كلام، يعني في البعض قال تركع معاه وتعيد الركعة لأنك أنت ما جبتش الفاتحة، والبعض يقول لا إذا كنا أصلا قلنا اللي أدرك الركعة اللي جه بعديه لحق الركعة، هنقول لدوت اللي هو جاي قبليه ما لحقتش الركعة، فقالوا إن إذا لم يستطع أن يكمل الفاتحة واحتاج أنه يتابع الإمام فليركع وتحسب له ركعة. فهو اعتبر هنا من الاستثناءات أنه هو ما جابش الفاتحة رغم أنه أدرك القيام، بس هو يعني متابعة الإمام مهمة، مش هيسيب الإمام هو إيه لو بقى قدر يقولها بسرعة، وده أولى طبعا، أولى أفضل، لكن لو خشي أنه الإمام يسبقه فليركع وخلاص، يبقى تسقط عنه بسبب العذر. يقول بعد كده كذا المأموم في الجهرية. المأموم في الجهرية دي بقى فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، يعني بعض العلماء قالوا المأموم في الجهرية يجب ان هو يقرأ الفاتحة، والبعض قال يستحب ان يقرأ الفاتحة. ليه؟ لانهم نظروا الى ان الامام يعني يقرأ هو الفاتحة وبيحمل عن المأموم القراءة، وان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سمع الناس بتقرأ خلفه في الصلاة أنكر عليهم، رغم أن الحديث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما الناس قرأوا في خلفه فهو بيقرأ في الجهرية أنكر عليهم، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، يعني اقرأ الفاتحة بس ما تقرأش وراي حاجة تانية. ذلك خطأ أن الواحد يقرأ وراء الإمام يلاقي سورة حفظها يروح يقول معاه، هذا خطأ، هذا يزعج الإمام جدا، لخبطه. لو هتقرأ اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة. هتقول لي طب ما انا هقراها لخبط الامام برضه، يعني افضل ان هو يقراها في سكتات الامام، يعني لو الامام يقرا الفاتحه بيسكت بين الايات اقرا معاه لغايه ما تخلصها، او لو ما بتعرفش تعمل كده اول ما يخلصها قول امين واقرا بسرعه، اقرا بسرعه بحيث ان انت ما تلخبطش الامام او يعني ما يحصلش كعبله يعني. المهم يعني لذلك هو بسبب الخلاف ده، بص بقى يكمل كلامه ازاي، بيقول المأموم في الجهريه يستثنى من قراءته، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. كأن هنا إيه صاحب الكتاب احتاط قوي في مسألة، دي مسألة دي يعني صعبة شوية، يعني نتكلم في حاجة لو سبتها واحد يقول لك الصلاة بطلت، واحد يقول لك الصلاة صحت، يعني داخل في حتة إيه مش سهلة. فلذلك الأحوط الإنسان يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وده والله أعلم يعني الأقرب والأرجح أن صلاة قراءة الفاتحة في الجهرية المأموم يعني ركن من أركان الصلاة بالنسبة للمأموم. طبعا هي فيها خلاف، لكن أنا أميل إلى أن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ركن من أركان الصلاة، لأن الحديث واضح لا صلاة لمن يقرأ به بأم الكتاب، وكلمة صلاة هنا عامة تشمل أي صلاة سواء كنت إمام أو مأموم أو منفرد، مش كده؟ كمان هو لما قال للصحابة أنكر عليهم القراءة قال لا تقرأوا خلفي إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، خل بالك
النبي عليه الصلاة والسلام قال أي صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج يعني ناقصة غير تمام. فهذا الأقرب، ده الأقرب، والمسألة فيها خلاف. هو الأول كأنه مال للنوى الموضوع ده مش ركن، وبعد كده يعني قال يعني خده بالأقرب برضه عشان إيه، عشان الموضوع دي صلاة وموضوع مش سهل، تمام. فالأحوط الإنسان دائما يقرأ بأم الكتاب في حتى لو كان مأموم وحتى لو كانت الصلاة جهرية جهرية. والبسملة هي جزء من الفاتحة، ينبغي الإنسان أن يفهم هذه القضية. البسملة مش آية في أي سورة، إنما هي آية في سورة الفاتحة. أي سورة تبدأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ما بتلاقيش آية، إنما مثلا هي ألف لام ميم واحد، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اثنين. البسملة لم تكن آية كده، لكن الفاتحة هي آية. سبع المثاني لو أنت عديت آية الفاتحة بدون البسملة تطلع ستة، هي الآية السابعة. ولكن في حديث صريح أصلا جه في الموضوع ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال أم سلمة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأتم الحمد لله، إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياته. صريح جدا، وده حديث صحيح صححه الإمام الألباني. فالإنسان ما يعتبرش البسملة في الفتحة زي البسملة في غيرها ممكن نفوتها، لا، البسملة في الفتحة لو تثابت أنت ما قرأتش ليه الفتحة. طب الاستعاذة، الاستعاذة مستحبة، إجماع أهل العلم على أن الاستعاذة مستحبة. فلو الإنسان نسى الاستعاذة مفيش مشكلة، لكن ساب البسملة في الفتحة لا تصح الصلاة. قسمت الصلاة بين مفيش مشكلة، يعني مش لازم يكون ده معناه ان دي ان هي ان البسملة مش داخلة فيها، واخد بالك. الركوع في كل ركعة، ده الرابع، لقوله تعالى يا الذين امنوا اركعوا واسجدوا. ده دليل، وان كان ممكن ما يكونش دليل قوي لان هو مش بيتكلم على الصلاة، لكن الدليل الاقوى منه بقى اللي يدعمه قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طبعا اقل الركوع ان تصل يد الانسان الى ركبتيه، ايدك تقدر توصل لركبتك تجيب ركبتك، ايدك ما جابتش ركبتك يبقى انت لسه ما ركعتش، لان في مرحله ما بين القيام والركوع يبقى انت في النص كده. لو الانسان ما هو قائم انحنى شويه اسمه قائم برضه، انحنى شويه في لحظه كده تبقى انت ركعت. ايه اللحظه دي؟ لحظه ان ايدك وصلت ليه لركبتك. لو ايدك وصلت لركبتك يبقى انت كده خلاص ايه، بدأت في مرحلة الركوع. الركوع بيقول بعد كده الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الاعتدال قائما ان كل عظمة ترجع مكانها، طالع ودي الذات اللقطة دي كل الناس اللي بتكروت بتقع فيها، ان هو رافع من الركوع وهيسجد يعمل يطلع نص طلع كده وينزل، هذا لا تصح صلاته لأنه لم يعتدل قائما. يعتدل قائما يعني يقول لك العلماء حتى يعود كل عظم إلى موضعه، زي ما كان قائم قبل ما يركع كان عامل إزاي، يرجع زي ما كان قبل ما إيه، قبل ما كان بيركع. فده الاعتدال قائما، أنت تركع وتقف وتثبت كده لحظة أنت كده اسمك اطمئنت، بعد كده تسجد مفيش مشكلة. السجود لقوله تعالى واسجدوا سورة الحج، ولقوله عليه الصلاة والسلام المسيء ثم اسجد حتى تطمئن إيه ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عندنا كده سبعة، ركبتين يدين أطراف الأقدام الاثنين، فضل حاجة واحدة الجبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى الجبهة أشار إلى الإيه؟ الأنف معاه، فدل ذلك إن الأنف تأخذ نفس حكم الجبهة. بعض الناس لما يسجد يروح حاطط جبهته ورافع مناخيره من الأرض، نقول له لا تصح الصلاة، لأن أنت لازم تحط الأنف عليه على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر إن الجبهة والأنف حاجة واحدة، بل هي أهم حاجة في الصلاة إنك تحط مناخيرك دي في الأرض. ما إيه لازم إيه بقى؟ إيه الصلاة لو ما حطيتش مناخيري في الأرض؟ هو ده أقرب ما يكون العبد من ربي، هو إيه؟
ساجد. فمقام الذل ومقام الايه تواضع دوت لله رب العالمين هو اعلى مقام ليك، اشرف مقام ليك، وافضل مقام ليك، انك انت تضع انفك على الارض لله وليست لاحد، ولا تكون لاحد الا لله. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد ليه؟ لزوجها. لكن ما في احد يسجد لاحد الا لله جل في علاه. يبقى السبعه دول لو واحد ما سجدش على السبعه دول او طير واحده منهم مش هينفع السجود بتاعه، سجد على ايد وايد لا ما ينفعش، تمام؟ فلازم ان هو ايه، وطبعا القدمين النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يستقبل باطراف القدمين القبله. يعني لما تيجي تحط رجليك خلي صابعك ناحيه القبله، صابعك لجوه مش لبره، ما ترميش صابعك بره، خلي صابعك ايه لجوه ناحيه ايه كانها باصه معاك على القبله. لو واحد حط ايده ينفع يحط ايده بصابع بس ولا لازم ايده كلها تبقى على الارض؟ مثلا لو ايد طينه ولا مش عارف في حاجه كده قلقان منها بتاع ينفع، مش لازم يحط ايده بالكامل على الارض، لكن ده الافضل. لكن لو حط صابعه كده بس على الارض تجزئ، لكن مش ده الافضل، يعني مش ده الافضل. ايه كمان؟ هل يلزم ان يباشر الارض؟ يعني بعض الناس اي حاجه بينه وبين الارض يشيلها عشان يسجد على الارض على طول، هل يلزم ذلك؟ لا يلزم ذلك. يعني لو بينك وبين الارض سجاده، موكيت، مصليه، قماش، سفنجه، اي حاجه بينك وبين الارض، طالما فسجدت لغايه ما اتكيت على الحاجه ديت بالسبعه اعظم خلاص انت كده سجدت، مش لازم تباشر الارض مباشره. ان الصحابه رضي الله عنهم كان الدنيا لما تشد في الحر يقولوا كان احدنا يضع كمه تحت جبهته، يعني هو بيسجد كده يروح رامي كمه ويروح ساجد عليه عشان مش قادر يلمس الارض بجبهته. فمش لازم الجبهه تكون على الارض مباشره، فاي حاجه فوق الارض خلاص هيسجد عليها ويصح منه ليه السجود. بعد كده بيقول لنا الرفع بقى من السجود، احنا سجدنا هنطلع ونقعد، الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين درك لقوله عليه الصلاه والسلام للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، نفس الكلام تطمئن جالسا. دي برضو من اخطر الاماكن اللي الناس بتكرر فيها، اللي هي الرفع من السجود والرفع من الركوع. الرفع من الركوع يطلع هوب ما تعرفش ما لحقش، فده ممكن يفسد صلاتك، فيرفع لغايه يقعد كده ويفرد ظهرك وبعد كده اسجد تاني، تمام؟ عشان كده بيقول لنا بقى الركن العاشر الطمأنينه في جميع الاركان، وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن. يعني مثلا ايه القول الواجب في الركوع؟ تسبيحه واحده، تسبيحه واحده هي الواجب، ثلاثه مستحب. بقدر ما يقول تسبيحه واحده ده الركن، يعني لو لم يثبت بقدر تسبيحه لم يحقق الطمأنينه، تمام؟ لأمره عليه الصلاه والسلام بها المسيء في صلاته في جميع الاركان، ولانه اصلا مشكله المسيء صلاته كانت في الحته دي انه لم يكن يطمئن عند الاركان، تمام؟ بعد كده بيقول لنا 11 التشهد الاخير. التشهد الاخير ليه ما قالش التشهد الاوسط؟ هنقول بقى دلوقتي التشهد الاخير عشان ابن مسعود صرح بفرضيه التشهد الاخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، بس كلمه يفرض دي كنا نقول حديث يعني طويل، كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد، يبقى التشهد ايه فرض ركن، كان بيقول السلام على الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ان الله هو السلام، انت بتدعي ربنا بالسلام، هو السلام، هو اللي بيسلم الناس. فكلمه السلام دي معناها ايه؟ السلام يعني ادعو لك بالسلام من الافات والعافيه والصحه والكلام ده، وهذا يتقال ربنا السلام عليك. اذا كان هو الذي يسلم الناس ويعافيه تدعو له بالعافيه؟ فقال لا تقولوا ذلك، ان الله هو السلام ومنه السلام، لكن قولوا التحيات لله. هذه تحية بقى يعني كده ايه مناسبة، التحيات لله والصلوات والطيبات وكذا، تمام؟ فهو بيقول كنا بنقول الاول كده قبل ما يتفرض بقى التشهد، فالنبي لما علمهولنا صح قولوا التحيات لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل قوله قبل ان يفرض على انه ايه فرض كده. الجلوس للتشهد الاخير، ان هو التشهد ما بيتقالش الا وانت ايه جالس، يبقى التشهد ركن، يبقى الجلوس برضو ايه ركن اكيد. لا بيقول لانه
داوم عليه عليه الصلاة والسلام، ولأنه لا يقال التشهد الأخير إلا وأنت جالس، وما لا يتحقق الركن إلا به فهو إيه؟ ركن زيه، ركن بيجاب وأنت جالس، يبقى الجلوس لازم يبقى إيه؟ هيبقى ركن برضه، تمام؟ فالجلوس للتشهد الأخير برضه هيبقى ركن. بعد كده لنا التسليم، التسليم لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهنا هو اختار مذهب النوع ان التسليمتين ركن، وان كان والله اعلم اقرب ان تسليمة واحدة هي ركن، وان التسليمة الثانية هي مستحبة وليست ركنا. لماذا؟ لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى فريضة في مرة من المرات، او صلى نافلة اقصد في مرة من المرات، ثم سلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة. يعني سلم تلقاء وجهه؟ يعني التفت شيئا يسيرا ناحية اليمين فقط، يعني ما لفش ايه، جابش وشه الاخر، لف كده ايه، نص لفه كده بس، السلام عليكم ورحمه الله، طلع من الصلاه، صحه الصلاه رغم ان هو سلم تسليم واحد. وثبت عندنا في صلاه الجنازه انها تصح بتسليم ايه، تسليم واحد. اذا كانت صلاه الجنازه تصح بتسليم واحد، وان النبي عليه الصلاه والسلام رؤي انه سلم تسليم واحد في احد النوافل، يبقى نقول ان الواجب الركن هو التسليمه الاولى فقط، واما التسليمه الثانيه فمستحبه والله تعالى اعلم. يقول لنا بعد كده ترتيب الاركان على ما تقدم بيانه، فان النبي عليه الصلاه والسلام فعلها مرتبه، وقال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم التي تدل على الترتيب، وكان دائما يقول لي ثم اركع حتى اطمئن اركان، ثم اسجد حتى، ثم دي تفيد ليه؟ ترتيب، فلا تصح الصلاه الا مرتبه، فمن سجد ثم ركع لم تصح له الركعه. يبقى دول 14 ركن. فهمنا الاركان وايه الدليل بتاعها جه منين، والدليل بتاعنا الدليل المعتمد الاساسي هو حديث الايه، المسيء في الصلاه، ومع قول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي، وده امر، الامر يفيد الوجوب والالزام. الامر اللي بعد كده ان قلنا ان الركن دوت لا يسقط بحال من الاحوال، حتى لو كان سهو النبي عليه الصلاه والسلام جاب الركعتين لما سهى، ولا يسقط جهل، لانه ما عذرش المسيء في الصلاه رغم ان هو كان جاهل. خلاص، تعالى بقى في الواجب بقى. كل الكلام ده يفيدك لما تأتي في الحتة اللي هو قال عليه والواجبات، إنه هنا في الكتاب هيقسم الصلاة الأركان واجبات مستحبات. ليه التقسيم دوت؟ هيقول لنا بقى دوت إن خد بالك الحتة دي فيها لخبطة شوية، إن بعض المذاهب بتقسم الصلاة أركان مستحبات بس، فيش عندهم الحتة اللي في النص دي اللي هي ايه؟ الواجب. ايه الواجب دوت؟ هو بيقول فيه واجب. طب ايه الفرق بين الركن والواجب؟ هيقول لنا الواجب 8 واجبات، تبطل الصلاة بتركها عمدا ولكنها تسقط جهلا وسهوا. هذه أول فرق بين الركن والواجب. الفرق بين الركن والواجب، من الركن يسقط إذا كان سهو أو جهل، يسقط خلاص مش لازم تجيبه، لكن إذا تركته عمد تبطل ليه الصلاة. اللي هيقسم الصلاة لأركان ومستحبات هيقول إن هي حتى لو تركها عمد مش هتبطل، مش هتبطل الصلاة. فهم هيبقى الفرق بين المذهب ده والمذهب التاني في حتة الايه، العمد بس، العمد. لكن الاتنين هيتفقوا على السهو والجهل، هيقولوا الاتنين الافعال دي هتسقط سهوا وجهلا، وهيختلفوا في ايه، عمدا. فاللي هيقول ان الحاجات اللي هقولها دي واجبات هيقول ان تركها عمدا تبطل صلاته، واللي هيقول ان الحاجات دي مستحبات هيقول ان تركها عمدا تصح برضو ايه، تصح صلاته. ذلك التمانية دول خد بالك منهم، عشان دول مش مين، مش مشهورين، لان هم مش اركان. في نفس الوقت هم في كلام ان هم واجبات، في مذهب اهو معتمد عندنا زي مذهب الحنابلة ان اللي يسيبهم عمد تبطل صلاته، فينبغي الانسان يحتاط في التمانية دول بالذات، ما تسيبهمش ابدا. بغض النظر ايه الراجح، يعني حتى احنا ممكن هنختلف وايه، نتفق مع الكتاب في حاجات وحاجات، لكن مهما كان التزم بالحاجات دي احتياطا لدينك. ادي عندك مذهب معتمد، مذهب الحنابلة بيقول ان الكلام ده واجب، تسقط الصلاة، تبطل الصلاة بترك عمد. يبقى الانسان الذكي ما يتركش الثمانية دول بالذات، يسيب اي حاجة ما عدا دول، ما عدا الاركان ودول يعني، تمام. لكن هل هم يعني يلزم ان هم يكون متفقين معاه في كل حاجة؟ مش هيلزم يعني. لكن هو دلوقتي اللي هو ايه الفكرة اللي جاب بيها موضوع الواجبات ديت،
نرجع للكلام الاولاني اللي احنا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قلنا ما تعاملش مع الصلاه بشكل واحد. اولا في حاجات سابها وجابها، دي اللي قلنا عليها ايه اركان، وفي حاجات سابها وما جابهاش ولا سجد للسهو، دي اكيد هتبقى ايه مستحبات. وفي حاجات سابها وما جابهاش وسجد للسهو، هي دي بقى اللي حي البعض المذهبين بقى. في ناس هيقولوا لان دي سنه مؤكده، والتاني هيقول لا لان دي واجب. فهمت الاثنين بيختلفين في ايه؟ هي هو سجد اصل كلمه سجود السهو، ما هم برضو سجود السهو يترتب على المساله دي على فكره. سجود السهو عند اللي بيقول ان الصلاه اركان وواجبات ومستحبات هيقول يسجد للسهو عند ترك الواجبات، عند ترك الايه الواجبات او عند ترك الاركان، بس الركن هيجيبه طبعا. واللي هيقول ان الصلاه فيهاش واجبات هيقول اصلا يجوز سجود السهو عند ترك المستحبات، ويخلص ايه الموضوع عنده مفيش مشكله، خاصه اذا كان المستحب ده من السنن المؤكده، فيعتبر ان الواجب ده عنده هيبقى سنه ايه مؤكده، وعنده يجوز ان يسجد الانسان للسهو اذا ترك السنه دي المؤكده، لو ما عندوش مشكله. يعني انت مش هتعرف تزنقه، يعني مش تقول له طب ما سجد للسهو، هيقول لك ينفع يسجد للسهو في السنه ليه المؤكده. هو فاهم الادله كده، عشان كده احنا بنقول ان الخلاف من اهل العلم برضه راجع لافهام. في واحد فاهمها ان يبقى دي نسميها واجب، فده لا مش لازم نسميها واجب، هنسميها سنه مؤكده، تبقى سنه بس هي مؤكده، لان هي مؤكده النبي سجد لها ايه سهو عشان دي مهمه قوي يعني، بس مش واجب. فهمت يا الكلام جاي منين؟ عشان ما تشنكش لما تيجي في مذهب تاني تلاقي مفيش حاجه اسمها واجبات، تمام؟ لكن احنا خلينا مع الكتاب، يعني هنمشي معاه كده واحده واحده نشوف هو ايه ماشي ايه الواجبات اللي اختارها. بيقول هنا الواجب ده تمام، ايه تعال احكي لنا على الواجب. بيقول لنا هو يسقط تبطل الصلاة لو تركوا عنه، ده فرق خطير بقى، لكن سهو وجهل مفيش مشكلة. وإذا ترك لو سابها سهو أو جهل بقى يعمل إيه؟ يسجد للسهو. بيقول فالفرق بينه وبين الأركان أن من نسى ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسى واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أهم أو أوكد من الواجبات. طب إيه بقى الواجبات اللي هتقولها؟ تعال. بيقول لنا جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، اللي هي تكبيرات الانتقال، نسميها تكبيرات الايه الانتقال، هو ما يسمى بتكبير الانتقال، لقول ابن مسعود رايت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وقد واظب النبي عليه الصلاه والسلام عليه الى ان مات، وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي. لذلك هو كل شويه هيقول لنا اكيد صلوا كما رايتموني اصلي. انا عايز افهمك واجب الواجبات منين، هو الاركان احنا عرفنا واجبها منين، الواجب ده جابه منين؟ قال ان النبي عليه الصلاه والسلام اصلا قال صلوا ايه كما رايتموني اصلي. يبقى لو خدنا الحديث ده لوحده كده من غير اي ادله تانية يبقى الصلاه كلها ايه واجبه، ان هو قال لنا ايه صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى الصلاه كلها ايه اركان. بس احنا لقينا حاجات هو نفسه سابها وما جابهاش تاني، سجد للسهو، وحاجات سابها وما جابهاش وما سجدش للسهو، يبقى هو قصده صلوا كما رايتموني اصلي الاولانيه اللي هي الاركان بالذات، والثانيه هاتوها لو فاكرين. ثاني صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى كده الصلاه كلها المفروض تبقى ايه؟ تبقى اركان. ان هو قال لنا اعملوا زي بالظبط. طب هو نفسه في حاجات عملها مره وما عملهاش مره، زي دعاء الاستفتاح كان مره يقول ده ومره يقول ده مره يقول، يعني ايه الامر واسع. فانا فهمت ان هو مش قصده بقى الدعاء، مش قصده دعاء الاستفتاح اكيد، لان هو نفسه سابه، وانا عندي مستحبات. وفي الاركان اللي هو لما اتفق مع المسيء صلاته ان مفيش صلاه اقل من كده، يبقى دي اركان خلاص. وفي حاجات بقى هو سابها نسيان فجبرها بالسهو، وفي حاجات ما سابهاش ابدا، حاجات ايه ما سابهاش ابدا طول حياته. المشكله بقى في كلها في اللي ما سابهاش ابدا دي. طب هو ما سابهاش ابدا ليه؟ يا ترى دي بقى مستحبه ولا واجبه؟ فهو لما هيحط ان هو ما سابهاش ابدا دي جنب صلوا كما رايتموني اصلي، هيطلع باستنتاج
ان الحياه اللي واظب عليها دائما وابدا هتتسمى ايه؟ واجب. الاركان احنا عرفناها وعرفنا دليلها، ان اصل في الغالب الواجبات دي ما قالهاش اصلا لدين، ممكن ما قالهاش المستقصد في حاجات ما قالهاش ما قالهاش، بس هو واظب عليها طلع باستنتاج ان ديت هتبقى ايه؟ واجب. بس هو قال لنا صلوا طبيعتين وصلي، وفي نفس الوقت في حاجات ما سابهاش ابدا، وقال لنا اعملوا زيه وعمره ما سابها، يبقى عشان نعمل زيه نعمل ايه؟ عمرنا ما نسيبها، صح؟ فهمت؟ فالدنيا ماشي جاي جت منين؟ إيه؟ هو دلوقتي قال لنا اعملوا زيي بالظبط، هنعمل زيك بالظبط. في حاجات انت سبتها يبقى هنسيبها، دي هنسميها المستحبات، وفي حاجات انت ما سبتهاش ابدا دي بقى بتنقل بقى، المفروض لما نعمل زيك بالظبط ما نسيبهاش ابدا، يبقى هنسميها ايه؟ واجب. عشان هي هو دي الطريقه اللي جاب بيها الواجبات، ان هو دايما في الغالب هيقول لك ايه؟ وقد واظب عليها النبي عليه الصلاه والسلام، واخد بالك؟ لو على المذاهب الثانيه يقول لك لا، كونه واظب عليها ده مش دليل وجوب، انما دليل استحباب. بس التانيين لما يحطوا جنبيها صلوا كما امرتهم يصلي يخلوا الفعل يعلوه، يبقى ايه؟ يبقى واجب. لخبطت ولا معايا؟ حاسس ان صحته النهارده. معلش انا بفهمك بس عشان تبقى ايه، تبقى انت كده لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتتعلم برضو اكتر برضو تدعي، عشان انا مش انت فهمت النقطه دي، ان هي نقطه مش سهله، ان انت تفهم الجزئيه دي مش سهله، هتفتكرني ان شاء الله سعيد. المهم يعني خلينا ايه، خلينا معاك، لكن برضو هنظل ان احنا نقول ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام برضو مجرد ما يدلش على الايه؟ على الوجوب. ممكن اللي لنا صلوا كما صلى، هو في حاجه ممكن هو مستحب واظب عليه، مش كده؟ مش وارد يكون هو قال لنا صلوا كما تصلي وفي مستحب معين هو واظب عليه، يبقى وارد ان اللي واظب عليه برضو يكون ايه؟ مستحب. يعني ما يلزمش ان هو يكون واظب على حاجه ان هي تكون ايه؟ واجبه. زي ما انت بتحافظ على السنن مثلا، هل يلزم ان هي واجبه عشان انت بتحافظ عليها؟ لا، تقول لي بس انا ما بحبش اسيب الايه؟ السنه، بحب اسيب المستحب ده بالذات، فيمكن يكون ما سابش الحاجه دي عشان هي مستحبه او متاكده الاستحباب، عشان كده نقول المذهب الثاني هيقول لك ان دي سنن ايه؟ سنن مؤكده. بس افهم بس كده وخلاص الامر سهل. بس احنا هنحرص على الثمانيه اللي هيقولهم. قال لنا تكبيرات ما عدا تكبيره الايه؟ الاحرام، عشان النبي واظب عليه وقال لنا صلوا كما رايتهم يصلوا. المذهب الثاني هيقول لك قد يكون واظب عليه وهي من باب المستحبات، لا يلزم ان هي تكون واجبه. عشان كده تلاقي مذهب مثلا الشافعية أن التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام سنن وليست إيه؟ وليست واجبة. يعني مسألة فيها خلاف. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هنا واظب عليها برضه. كان كلمة كان يقول دي تدل على الايه؟ كان يقول، كان يفعل دي تدل على ايه؟ على المواظبة. مش لازم يقولوا واظبة، مش لازم تيجي صريحة كده. كان يفعل دي تدل على ايه؟ على المواظبة. فبرضه هنرجع لنفس الكلام، ممكن نقول ان هي مستحب وواظب عليه. وممكن هنا نميل للأحوط ونقول خلاص خلينا واجب علشان يعني ايه؟ نخرج من الخلاف. قول ربنا ولك الحمد دي بقى يقول للمأموم فقط. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما، لحديث أبي هريرة المتقدم، وفيه فإذا قال الإمام يعني سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هنا الدليل قوي أقوى من حياة الأهل قبل كده. حياة الأهل قبل كده كان دليله فيها إيه؟ إن النبي واظب عليه، وقلنا ده مش دليل قوي. لكن هنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للمأمومين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ده أمر صريح. إذا ممكن هنا نبقى دي نتفق معاه إن قول المأموم ربنا ولك الحمد ده إيه؟ واجب، لأن في دليل قوي هو الأمر المباشر. قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة، بقول حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، برضو استدل بالمواظبة على ذلك. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث، فالإنسان يحرص أنه يعني ما يتركش مرة واحدة على الأقل في التسبيح.
قول رب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وأن ده مش دليل كافي على الوضوء، فيعني الأمر فيه خلاف، ولكن هذا ليس دليلا قويا على الوجوب، قد يكون الأقرب من قول ربي اغفر لي من المستحبات. طب التشهد الأول بقى، لا التشهد الأول ده كلام قوي إن هو من الواجبات، لأن ده بقى بالذات ثبت فيه دليل أقوى من القوة كلها، إن هو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نساه سجد للسهو، ده دليل إن اللي تركه ده حاجة مهمة جدا، ففعلا التشهد الأوسط يرتقي إلى منزلة الإيه؟ الواجبات بلا إيه؟ مفيش كلام في كده في الحتة دي. كان طبعا المذهب الثاني يقول انه مستحبات، لكن هيقول انه سنه مؤكده عشان كده سجد لها، لكن سجوده للسهو يقوي جدا جانب ان التشهد الاوسط من الايه من الواجبات، عشان كده بيقول عشان كده جبروا بسجود السهو. والتشهد الاوسط الاول هو التحيات لله والصلاه والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط فمستحبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، وانت قلت لسه من شوية السلام عليك أيها النبي، يبقى الأفضل أنت تتبع هذا بالإيه؟ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الجلوس له يعني التشهد الأول، ودي يعني دي فرع عن دي، أنا قلت التشهد الأوسط واجب، يبقى الجلوس دي هياخد نفس الحكم إن هو يبقى إيه برضه واجب، مش كده؟ حديث ابن مسعود إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وحديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم تشهد. تمام، هذه الأركان والواجبات، الأركان والواجبات. يفضل السنن اللي هي زي ما قلنا أشياء النبي عليه الصلاة قد يكون وضع عليها وقد يكون وضع عليها أحيانا وأحيانا، لكن ما في دليل قوي على الوجوب ولا على الركنية، فالعلماء هيقولوا إن هي سنن لا تسقط الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهيختلف سجود السهو، البعض يقول لا يوجد سجود سهو في الإيه في المستحبات، والبعض يقول يجوز السهو حتى لو نسى الإيه حتى لو نسى المستحبات له أن يسجد للسهو، يعني هيبقى فيها كلام وخلاف. طبعا يا السنن عشان برضو ايه نقولها بضمير، خلينا ان شاء الله نقولها المرة القادمة بإذن الله تعالى. نكتفي هذه المرة بهذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.